تحية طيبة لكم مشاهدينا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بعيدا عن السياسة. أجرى الجراح القرغيزي مانبيت ماماكييف الذي يزيد عمره عن 90 عاما أكثر من 30,000 عملية جراحية، وحصل على التقدير العالمي ودخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كجراح يتمتع بأطول خبرة في تخصصه، وتم إرسال شهادة تؤكد الرقم القياسي إلى ماماكييف عن طريق البريد، حيث لم يتمكن ممثلو موسوعة جينيس للأرقام القياسية من القدوم إلى قرغيزستان بسبب وباء كورونا. وقال ماماكييف وهو يعرض الشهادة: سجل الأكاديمي ماماكييف رقماً قياسياً عالمياً 68 عاماً 30,000 عملية. ويقر الجراح بأن العمل أصبح أكثر صعوبة مع تقدم العمر، إذ يؤلمه أسفل الظهر والركبة، لذلك ينفذ بعض العمليات الجراحية وهو جالس. أكمل جهاز لقياس الإشعاعات طوره باحثون أتراك مهمته بنجاح خلال رحلتين إلى الفضاء مع صاروخ التجارب التركي 01 الذي أطلقته شركة روكيتسان من مركز الاختبارات بولاية سينوب شمالي تركيا. تم تطوير هذا الجهاز من جانب فريق تركي ضمن تعاون بين مركز تطبيقات وأبحاث تكنولوجيا الفضاء وتسريع الجسيمات بجامعة الشرق الأوسط. عثر في ولاية زونغولودار شمال غربي تركيا على أثار وكتابات بالأبجدية الرونية تعود إلى حقبة الفريجيين خلال أعمال الحفر وتنقيب الأثرية المتواصلة في الولاية، وتشير نتائج التنقيب المتواصلة في المنطقة منذ 14 عاماً إلى أن المكتشفات الأثرية تعود إلى القرن السابع قبل الميلاد. وقال رئيس أعمال الحفر والتنقيب شاهين يلدرم إن كتابات الأبجدية الرونية التي عثر عليها تعد من أقدم الكتابات المكتشفة في منطقة ساحل البحر الأسود التركية. تأسست محمية طبيعية لإنقاذ الحيوانات البرية من الانقراض بالقرب من العاصمة السودانية الخرطوم من قبل مركز السودان لإنقاذ الحياة البرية، وبمبادرة من متطوعين وجهات إنقاذ دولية لحماية الحيوانات البرية النادرة والمهددة بالانقراض في السودان. وقال مؤسس المركز عثمان محمد صالح إن المحمية تضم مجموعة حيوانات نادرة ومهددة بالانقراض بسبب نقص الرعاية. افتتح مطعم غريب ونادر بمدينة كونيا التركية يقوده طاهن تخصص في تقديم الوجبات التي تعود إلى العصر الحجري على أطباق فخارية وأدوات حجرية. واختار الطاهي التركي أولاش تاكركايا إعداد أطباق تعود لحضارة مستوطنة تشاتالهويك التي ظهرت قبل 7500 عام قبل الميلاد. وتمكن تاكركايا مع مجموعة من الأبحاث والدراسات من إعداد قائمة من الأطباق التي تعود لحضارة تشاتالهويك والتي اعتمدت بشكل رئيس على الحبوب بالإضافة إلى الأسماك، موفراً لزواره فرصة تذوق أطباق من الماضي البعيد. تم تركيب أول جهاز في العالم لأخذ العينات بهدف إجراء اختبارات فيروس كورونا دون لمس، حيث طور الجهاز من خلال ما تقدمه اليد الروبوتية من معدات أخذ العينات والتي يتم إرجاعها بفتحة خاصة بعد الاستخدام، ثم يتم نقلها إلى المختبر، وسيسمح الجهاز بتحديد المصابين بسرعة وأمان وأخذ العينات لجميع أنواع الاختبارات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. افتتحت شركة نورديك هارفست الدنماركية الناشئة
مزرعة نباتات عملاقة خالية من انبعاثات الكربون في كوبنهاغن، وهي واحدة من أكبر المزارع العمودية في أوروبا. وسيساعد ما يقارب 2000 مصباح يعمل بطاقة متجددة على زراعة النباتات والخضروات داخل مزرعة مغلقة تبلغ مساحتها 7000 متر مربع. والمزرعة العمودية مزودة بعربات روبوتية تدور حولها وتقوم بزراعة النباتات على 14 رفاً، وهي تستهلك مياهاً أقل بنسبة 90 إلى 95% من الزراعة التقليدية. يحصل ركاب المترو في هونغ كونغ على اختبارات كوفيد-19 مجاناً من آلات التوزيع التي تم نشرها في مجموعة من المحطات، وتوزع ما يقدر بنحو 10,000 مجموعة اختبار يومياً. ويمكن الوصول إلى هذه الاختبارات المجانية باستخدام بطاقات عبور المترو، ونقاط التوزيع المجانية هي جزء من برنامج تم إطلاقه لمكافحة الموجة الثانية من فيروس كورونا التي ظهرت في المنطقة، ويتم إرسال الاختبارات إلى الصيدليات المخصصة للحصول على النتائج. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10,727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات. لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. ذاع صيت المواطن العراقي عثمان محمود البالغ من العمر 43 عاما في قضاء شهر زهور التابع لمحافظة السليمانية بابتكاره مواصفات جديدة للجرار الزراعي الشهير عنتر، بعدما أعاد تطويره وتجديده ليكون مناسبا للظروف البيئية القاسية للتربة، ومنها رطوبة الأرض أثناء حرثها مع القدرة على حرث الأراضي الجبلية والمرتفعات بقدرة تفوق مواصفات النوع التقليدي القديم. عثمان نال براءة اختراع بهذا الإبداع من العاصمة بغداد، إضافة إلى براءة المخترعين العرب في لبنان ومصر. ويتميز ابتكاره الجديد بمتانة وقوة عاليتين جداً، مع قدرته على قطع 50 كيلومتراً في الساعة عكس القديم الذي لا يقطع إلا 25 كيلومتراً في المدة الزمنية ذاتها، بالإضافة إلى أن قوة الجرار تبلغ 100 حصان بزيادة 35 حصاناً عن القديم، وهو يسعى لزيادته إلى 135 حصاناً. ويتميز كذلك بكلفته المنخفضة التي تبلغ نصف سعر الجرار التقليدي. استغرق تطوير الجرار نحو عام كامل من قبل المبدع عثمان، والذي لا يحمل سوى الشهادة الابتدائية، لكنه طور نفسه وموهبته وبات ينجز الجرار الواحد خلال أسبوع واحد فقط، إذ افتتح معملاً خاصاً به بعد حصوله على الموافقات لزيادة الإنتاج وتصديره إلى جميع المحافظات العراقية بعد زيادة الطلب عليه من الفلاحين والمزارعين في مناطق وسط وجنوب العراق، ويجتهد الآن في قطع المراحل الأخيرة لزيادة ميزة إمكانية توجيه الجرار عن بعد من خلال الهاتف المحمول دون أي جهد من الفلاح.
Thank you.
مرحبا بكم مشاهدين الكرام. في هذه الحلقة سنتحدث عن أسنان العقل. يبدأ ظهور الأسنان من عمر 6 أشهر ويستمر مرات إلى عمر 25 سنة. سن العقل اللي هو آخر سن يظهر في فم الأسنان ما بين 18 إلى 25 سنة. مو دائما يطلع سن العقل، مو كل الناس عندهم سن عقل، بس لما يطلع سن العقل تكون هناك مشاكل تأثر على المريض نفسه وتأثر على الأسنان، والمريض ما يكون عنده علم أنه عنده مشاكل من وراء سن العقل. قد يؤدي ظهور سن العقل بشكل غير صحيح على الأسنان الجانبية، لأنه راح يقوم يضغط على الأسنان وهذا يؤدي إلى بعض الآلام وحتى إلى بعض المشاكل في إطباق الأسنان. هل أنه لازم دائما نخلع سن العقل؟ لا، مرات يكون شوية متسوس لأنه فرجة الأسنان مو دائما توصل إلى الخلف، فهذا يؤدي إلى تسوس سن العقل. دكتور الأسنان هو اللي يقرر أنه سن العقل لازم يتعالج أو لازم ينخلع. إذا كان تسوس بسيط ممكن أنه ننقذ هذا السن بحشوة بسيطة، بس إذا كان طالع بشكل خاطئ أو بشكل أعوج وقلنا راح يأثر على الأسنان الثانية فيجب خلع هذا السن. طبعا خلع سن العقل دائما الناس تخاف من تسمع انه والله راح نخلع سن العقل، لانه هو شوي يكون اصعب من الاسنان الثانية، طبعا لانه هو حلي وراء ويكون متلاصق بالعظام اكثر من اسنان الثانية. فننصح دائما انه يكون دكتور جراح هو اللي يخلع هذا السن، لأنه بعد خلع هذا السن تكون هناك مشاكل كثيرة بسبب أخطاء من الدكتور أو نصائح ما يسمعها المريض من وراء من خلع هذا السن. هناك بعض التساؤلات أنه إذا انخلع سن العقل هل يجب تعويضه أو أنه يظل مكانه فارغ؟ أكثر الدكاترة يعني تقريبا 95% من الدكاترة حتى 100% لازم ما حد ينصح أنه تعوض مكان سن العقل، لأنه أكثر الناس أصلا ما تستخدم هذا السن. في حال رجوع الأسنان إلى الخلف أو إذا صار أكو فراغات ما بين الأسنان من وراء سن العقل ننصح طبعا بمراجعة دكتور التقويم، وهو طبعا راح ينصح المريض ببعض الأشياء اللي تخليه يوقف هاي المشكلة وأنه ما تزيد الفراغات ما بين الأسنان. شكرا لكم على حسن متابعتكم ونراكم في الحلقات القادمة إن شاء الله.